بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، كل سنة وحضراتكم طيبين. لقاء اليوم لقاء أبحاث مادة الإدارة الاستراتيجية المقررة على طلاب الفرقة الثالثة عربي. لقاء اليوم يا شباب لقاء الأبحاث، المطلوب الكتابة في بحث واحد فقط لغير من الموضوعات الآتية. بس خلي بالك، وقبل ما تكتب لازم تراعي القواعد الإرشادية الخاصة بعملية الكتابة والتنسيق والفونت والمسافات ونوع الخط، وهذه القواعد الإرشادية معلنة وواضحة على موقع المعهد. وقبل ما تكتب وتختار موضوع من الموضوعات الآتية لازم تكتب في الصفحة الأولى اللي هو اسمك والآي دي بتاعت حضرتك والفرقة والدكتور المادة اللي هو بيدرس لك المادة بتاعت حضرتك. دي لازما، لأن الورقة دي هتروح على البحث الكنترول، والكنترول هيتولى إرسال البحث بدون هذه الورقة الأولى. اوعى بقى تكتب لي اسمك أو الآي دي في الداخل في المتن البحث علشان ما تفصحش عن شخصية حضرتك. طيب، الموضوعات اللي المفروض تختار موضوع واحد فقط لا غير من هذه الموضوعات. الموضوع الاول ايه يا شباب؟ صفات القائد الاستراتيجي في منظمات الاعمال. الموضوع الثاني، اهم الارشادات الخاصه باعداد رساله المنظمه. الموضوع الثالث، خصائص الرؤيه المستقبليه الجيده للمنظمه. الموضوع الرابع، مراحل تحليل البيئه الخارجيه للمنظمه. الموضوع الخامس، من ادوات التحليل الاستراتيجي مدخل الوظائف الاداريه. يبقى انا عايزك هنا بقى ايه؟ مدخل الوظائف الاداريه فقط لا غير. الموضوع السادس، من ادوات التحليل الاستراتيجي مدخل وظائف المنظمه. ايه هي وظائف المنظمه؟ وظيفه التمويل، وظيفه الانتاج، وظيفه العمليات، وظيفه اداره الموارد البشريه، وظيفه التسويق. الموضوع السابع، من ادوات التحليل الاستراتيجي مدخل راس المال الفكري. يبقى انا مركز على مين؟ حاجة واحدة فقط لا غير. الموضوع الثامن، خطوات التطبيق الاستراتيجي في مجال إدارة الموارد البشرية. الموضوع التاسع، خطوات التطبيق الاستراتيجي في مجال التسويق. الموضوع العاشر، عملية اختيار الاستراتيجية الكلية للمنظمة. يبقى قدام حضرتك 10 موضوعات، اختار موضوع واحد، معاك الكتاب المقرر على معاك الكتاب المقرر لحضرتك، ومعاك الموضوعات، شرحتها لك الموضوعات دي بالتفصيل في المحاضرات اللي تم رفعها على منصة المعهد، وحضرتك شفتها وحضرتك رجعت لها، وارجع لها مرة واثنين وثلاثة، وموجودة على موقع المعهد على منصة المعهد، واسمع هذه المحاضرات. وكنت بنمرن وندرب حضرتك في كل محاضرة على في التكليفات بتاع الخاصة بكل محاضرة على انك تكتب لي مقال بحثي في نقطة معينة. جبت لك بقى كل الموضوعات اهي حضرتك، مطلوب تختار لي نقطة واحدة فقط لا غير. بس خلي بالك وانت بتكتب لازم تراعي الاتي، ان هتكتب لي من 6 ل 8 صفحات، لازم تكتب لي مقدمة، لازم تكتب لي اهمية، لازم تكتب لي مجموعة من الدراسات السابقة، وعايز 3 فقط لا غير. هتجيب الدراسات السابقة منين؟ من بنك المعرفة. هتدخل على بنك المعرفة وتكتب العنوان اللي حضرتك اخترته، هيطلع لك دراسات سابقة عديدة. تختار اقرب 3 دراسات، تقوم بقراءة هذه الدراسات وتلخصها في 3-4-5 أسطر. تلخص هذه الدراسات الثلاثة، وتحاول انت بتلخص تركز على اوجه الاتفاق مع البحث اللي حضرتك اخترته، اوجه الاختلاف مع البحث اللي حضرتك اخترته، اوجه الاستفادة للبحث اللي حضرتك اخترته. ثم بعد ذلك تتعرض للإطار النظري، ثم تركز لأهم النتائج توصلت لإيه، ثم أهم المقترحات بأسلوبك إيه، وما تنساش تكتب لي مجموعة المراجع العربية أو الأجنبية اللي استعنت بها حضرتك للأمانة العلمية، علشان تقول أنا الجزئية دي جبتها من كتاب من كتاب فلان، والجزئية دي جبتها من كتاب فلان. طب عملية التوثيق المرجع بسيطة جدا، بتكتب اسم الراجل اللي صاحب الكتاب، وتكتب عنوان الكتاب، وتكتب مكان النشر، وتكتب بلد النشر، وتكتب السنة اللي الكتاب انطبع فيها، وتكتب الصفحة أو الصفحات اللي انت خدت منهم. تخلي بالك اوعى انك تكتب بحث والاقي البحث مكرر مع طالب واثنين وثلاثة. لو لقيت البحوث مكررة هيسقط الورقة الابحاث المكررة. يعني
بتكتب بأسلوبك يبقى معاك المحاضرات مرفوعة على منصة المعهد، معاك دخلت على بنك المعرفة اخترت موضوع من الموضوعات السهلة اللي انت شايفها سهلة من الموضوعات السابقة، تذكر للموضوع ايه، تكتب بأسلوبك، عايزك تخوض التجربة وتعيش التجربة الجميلة اللي انت بتتعلم مهارات البحث، مهارات الكتابة، مهارات كتابة نقطة بحثية، علشان اطمئن انك انت في مادة الادارة الاستراتيجية او السياسات الادارية فاهم وبتسترجع المعلومة وبتكتبها في صورة علمية منظمة مرتبة. وخلي بالك المحتوى العلمي للبحث يشتمل على عناصر كتيرة قوي، ولكن اقتصرنا على مجموعة من العناصر علشان حضرتك لسه اول تجربة، وعايزين التجربة دي تطلع وتكون الفايدة بتاعتها عظيمة جدا، وتعلمت مهارة البحث ومهارة التحليل ومهارة الاستنتاج ومهارة الاستنباط ومهارة العرض، وتكتب حبيبي بأسلوبك علشان احبك اكتر واكتر واكتر. وفي النهاية شكرا لمن سمع وشكرا لمن ناوى وشكرا لمن عزم وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.